يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان ناين لايف. نهارك سعيد ويوم سعيد يا رب على كل اللي بيتابعونا النهارده. النهارده الذكرى 38 لانتصار حرب اكتوبر سنة 73، ذكرى كلها بتحمل لنا الفخر والسعادة والعزة والكرامة وحاجات كتيرة جدا كلنا كل سنة بنحتفل بيها. أكيد السنة دي ليها طبع خاص وليها طبع مختلف وليها كلام كتير جدا عايزين نناقشه النهارده عن ابطال اكتوبر وعن حرب اكتوبر مع ضيوف فقرتنا النهارده. فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير مي. صباح الخير مشاهدي. طيب يا فندم. وانت طيبه. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. ومفيش اجمل من الامل والتفاؤل في يوم احتفالنا بانتصار 6 اكتوبر. حرب رجعت العزه لكل مصري وسوري وعربي، كل الناس كانوا ورا مصر في حرب 6 اكتوبر. انجاز كبير جدا عملته القوات المسلحة المصرية بشهادة العدو، بشهادة العدو. والنهاردة على فكرة فقرة الصحافة هنستعرض بعض عناوين الصحافة الإسرائيلية وقالوا ايه على حرب 6 اكتوبر وانتصار المصريين وعمل اللي كثير من الإسرائيليين واليهود ما كانوش مستوعبين إن الفكرة دي مستحيل كانت ممكن تتحقق، زي ما حققنا برضو 25 يناير. يا مصريين، الحلم اللي عمرنا ما كنا نتخيل إن إحنا ممكن إن إحنا نحققه في يوم من الأيام، إن إحنا برضو يبقى فيه حرية من الداخل زي ما حررنا من الخارج في 73. صباح الخير. يا صباح. أنا مبسوط قوي، انا مبسوط جدا 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 خالص. فقراتنا طبعا النهارده يا رب يسعدك يعني اشرف، بس فقراتنا كلها النهارده اكيد هتكون على حرب اكتوبر. هنبتديها بفقره صحافه مع اشرف، بعدها على طول معانا فقره مع سياده اللواء صلاح خيري رئيس اركان حرب القوات المسلحه، هيكلمنا عن ابطال حرب اكتوبر. هنحاول نبدا معاه من بدري شويه بالنكسه 67، يبقى عندنا معلومات تاريخيه اكبر عن فتره النكسه وعن التخطيط للحرب. يمكن معلومات، في معلومات كانت ظاهره لينا وفي معلومات اتحرمنا منها، فهنعرفها منه اكتر. فقر شهدان سعد الدين الشاذلي، بنت الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس قوات حرب القوات المسلحه، اللي للاسف الشديد على مدار سنين طويله من ايام السادات تقريبا او بعد حرب 73 اتقل الى حد كبير الانجاز اللي كان بيعمله. بعد سنين طويله وبعد ثوره 25 يناير، أرجع أقول 25 يناير لأنه في حاجات كتيرة جدا رجعت لأصحابها بعد ثورة 25 يناير، من ضمنها الفريق سعد الدين الشاذلي. المفارقة اللي حضراتكم أكيد كنتم متابعينها إن يوم التنحي هو يوم وفاة قائد كبير من قوات القوات المسلحة المصرية. النهاردة هتشرفانا بنته، هنتكلم أكتر وأكتر عن تفاصيل الفريق سعد الدين الشاذلي. في فقره كمان عن اوبريت اللي بيقام كل سنه على حرب اكتوبر. في ناس بتكون معاه وفي ناس مؤيده ليه وفي ناس ضده شويه، بس النهارده السنه دي اكيد ليه شكل مختلف وتقدم بشكل مختلف. هيكون معانا استاذ عوض بدوي مؤلف غنائي، هو الف اوبريت السنه دي، والمطربه الحان، هيكلمونا عن التجهيزات ويعني اول مره يتعاملوا مع المجلس العسكري في اوبريت، فهنشوف ايه اللي حصل معاه. أكيد في فرق لما نحتفل بحرب 6 أكتوبر في السنوات اللي فاتت، وأكيد هيبقى في فرق بعد ثورة 25 يناير باحتفالنا بحرب 6 أكتوبر. هيكون كمان معانا سيادة اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، هيكلمنا عن الأحداث وذكرياته وإحنا بنستمتع طبعا أكيد، وهو هيقول لنا الذكريات حرب 6 أكتوبر. سريعا هنروح لفقرة الصحافة ونبتدي يومنا نهاركو دايما سعيد.